السلام عليكم، ازيكم متابعين فن المطبخ والبيت. النهارده حبينا نغير عشان ايه؟ الواحد زهق من الاكل. هنعمل النهارده طبق بصاره وجنبه ان شاء الله باذنجان بخل وثوم، باذنجان بثوم وليمون وخل وثوم وكده والحاجات دي. معايا كوبايه من الفول، انا نقعتها فزادت شويه. معانا كام فص ثوم، فلفل، وكم عود من البقدونس، ده كان في الفريزر، وده شوية نعناع، يعني معلقة نعناع أخضر عشان يديله لون، عشان ما اعتمدش على الملوخية فيها. هسيبها بقى دلوقتي، هغطيها واسيبها ايه تستوي. اول ما تستوي ان شاء الله هنيجي مع بعض نضربها في الخلاط. هنيجي دلوقتي للباذنجان، هنعمله اهو انا غسلته وشلت القمع اللي من فوق بس خلاص. هجيب الزيت وهنسخن الزيت علشان نقلي الباذنجان. دلوقتي يا حبايبي بصوا هعمل ايه، هاخد بس كده هفتحها عشان تستوي معانا كويس، من على الجنب كده. هخلص باقي الكمية ونرجع نحطها في الزيت. دلوقتي هنحطه، خلاص فتحته كله، شقته زي ما انتوا شايفين معايا، بصوا اهي. بسم الله هحط كل الصوص وكل الباذنجان اللي معانا، يقعدوا يقطع. اهم حاجه الزيت يبقى غزير معاكي كتير عشان يتقلي كله مع بعضه. هسيبه يستوي بقى براحته خلاص ونرجع مع بعض. هنعمل دلوقتي بقى الخلطة بتاعت الحشو، يعني بتاعت باذنجان. احنا قلينا الباذنجان، ده فلفل حراق وقرن فلفل كبير رومي. هنحط عليها كوباية، يعني فنجان الا ربع من الخل. هنحط عليها كام فص ثوم كده، 4 5 فصوص ثوم حلوين، وملح وكمون. حط الملح اللي يناسبك. هنحط الليمون بتاعنا، نص ليمونة بس مش كتير. هنقفل الكبة. هنضربها تاني بس كده خلاص. خلصت انا دلوقتي اهي الحشو بتاعي، بصوا اهي زي الفل، ريحتها جميله قوي ما شاء الله. هنعمل حاجه صغيره اهو، انا بعد ما قليت الباذنجان بصوا مفتح وجميل ازاي. هحط الحشو بتاعي، احطه في طبق او علبه عشان هيتركن في الثلاجه بس بعد ما يبرد. دايما حطي حاجتك وهي بارده، ما تحطيش اي حاجه دافيه حتى في الثلاجه عشان التسمم الغذائي، ده مهم جدا وضروري تعرفوا اي ست بيت. اهو كده طبعا البصارة على النار بتستوي. بعد انا كده ما خلصت الحشو بتاعه اهي، المية اللي فاضت هحطها عليه. في دلوقتي حبايبي بعد ما استوت بصوا ازاي اهو شايفين. حطيت دلوقتي انا اهو البصارة في الخلاط، وهحط عليها معلقة من الملوخية الناشفة. حطيت عليها معلقة ملوخية وهضربها في الخلاط. هحط وانا بضرب في البصارة هحط عليها كم ورقة من النعناع. وهي البصارة بتاعتي بصوا لونها اخضر ازاي. هنحطها في الحلة ونحط لها دقة التوم بقى. دلوقتي حبيبي بصوا انا حمرت البصلاية، هاخد نصها واحطها على البصارة واقلبها عشان تبقى جواتي مدية طعم البصل والثوم المحمر.
هقدمها بقى مع الباذنجان المخلل اللي احنا عملناه.